فكرة التبني أصبحت شائعة بين نجوم العرب. وانت خش يا جماعة. أيوة خش. بص يا جماعة في حاجة غريبة جدا يا جماعة. خلال البث المباشر ده اللي طل فيه سعد الصغير من اسكندرية قابل بالصدفة طفلين مشردين نايمين على الكورنيش. وبعد ما صحاهم اتعرف سعد عليهم وعلى قصتهم وطلعوا اخوات واهلهم منفصلين، والام اتجوزت شخص كفيف كان قاسي مع الاولاد، والاب اتجوز ست كانت بتعاملهم بالسوء، والشارع كان مأواهم الوحيد. هي دي المشكله، ان الاولاد هم اللي بيقعوا المشكله دي. اتنين شباب زي العسل هم ولا عارفين بيباتوا فين ولا بيباتوا في الشارع يا جماعه. مش عارف انا بصراحه مش عارف اقول لك ايه. فرفض سعد تشرد الولدين دول لذنب ما ارتكبوهوش، وقرر انه يغير حياتهم وتبناهم عشان يحسن اوضاعهم. هناخدهم معانا نتفسح الاول، اروح ربنا ربي يكرمهم طبعا، هنجيب لهم هدوم ونظبطهم، ودوت انا اعتبره محمود والتاني اعتبره توتي، هم يرجعوا تاني معانا مصر ان شاء الله. تشوفوهم هم نايمين في اوضه جميله، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونشوف لهم ان شاء الله باذن الله. ومن الواضح ان وضع الطفلين دول اثر في سعد قوي، ووجه رساله قاسيه لاهلهم. يا ابو محمد ابنك بيعيط، ابنك بقاله سنه ونص في الشارع، ايه يا عم انت جاحد ليه كده يا عم؟ انا مش هجيب اللوم على الام، الام ليها جوز بيحكمها، فهي ست مهما كانت ست ضعيفه، انت راجل بقى يا عم. مش عايزين منك حاجه يا عم، اسال عليهم بس يا عم. وسعد الصغير مش اول نجم يعمل خطوه التبني في العالم العربي، فسنه 2018 اعلنت جويل ماردينيو عن تبنيها لطفل نيفن مارك من احد دور الرعايه في بيروت. جويل ليه ما خلفته؟ اوريدي خلفت اتنين. بس ليه ما خلفت التالت انت؟ شو بعملوا بهالولاد كلهم؟ اوريدي فقد بنيهم كلهم. وهي كشفت قبل كده من خلال لقاء معانا ان ده كان شرطها عشان تتجوز. It was my dream من انا وصغيره، وانا اول ما تعرفت على جوزي قلت له ما فينا نتجوز اذا انت ريلي ضد فكره التبني، عم بحكيك اياها من 11 سنه. واللي بيتابعها على انستغرام هيعرف ان نيثن هو الطفل المدلل في العيله ومبسوط قوي معاهم. هلو نيثن. واللي ما يعرفهوش ناس كتير ان امل حجازي كمان اختارت ان يكون عندها طفله بالتبني اسمها نور غير ابنها كريم، وهي اخذت القرار ده بعد ما عرفت ان البنت دي مرت في قصه ماساويه قبل ما يتم نقلها لاحدى دور الايتام. وسنه 2005 كشفت ليلى علوي ان خالد ابنها هو ابنها بالتبني، وابن قريبتها اللي فرقت الحياه بعد ولادته. خدناه قبل ما والدته تتوفى، وهو يعني سرته كانت لسه ما وقعتش. وهو والده فين؟ والده متوفي برضه. متوفي من قبلها. وانت واخده قرار مع ماما واخواتك يعني الاسره كلها انكم الولد ده يبقى ابنكم؟ الحمد لله. ومع الوقت هو مش بيندهلها الا ماما، والعلاقه حلوه قوي بينهم. صحاب انتوا الاثنين؟ صحاب طبعا. يعني بيتكلم معاكي؟ انا بحكي له كل حاجه. كل حاجه يعني. وهو بيحكي؟ وهو بيحكي الحاجات العاطفيه. بس واضح انه مش كل حاجه. مش كل حاجه طبعا. هو بيحكي الحاجات العاطفيه ساعات. امال ايه اللي ما يحكوش؟ ايه اللي ممكن يخبيه؟ أكيد شقاوته مع أصحابه الولاد يعني. ومديحة يسري كمان اتبنت طفلة اسمها هبة من إحدى الجمعيات سنة 2008 بعد ما توفى جوزها محمد فوزي في حادث سير، وما كانش عندها منه إلا ابن وحيد عمرو. أما تحية كاريوكا فما أنجبتش ولا مرة رغم تعدد زواجها، لحد ما لقت طفلة قدام شقتها واتبنتها واديتها اسم عطية الله. ونجوى فؤاد أعلنت من سنين إنها بتشعر بالندم لعدم إنجابها خلال برنامج أنا والعسل مع نيشان، إلا إنها عوضت الحرمان ده واتبنت طفلة. يعني أنا تبنيت بنت، أمي كانت متبنيها ما شاء الله، خريجة حقوق وعندها أولاد، دلوقتي في منهم ولد اتخرج بكالوريوس تجارة إنجليش. وأنت اليوم تيتا لأولادها يعني جد؟ أيوة أيوة أيوة، بفرح بيهم قوي وبحبها قوي، يمكن دي الوسيله الوحيده اللي ماليه شويه من حياتي. اما حوريه فرغلي فقصتها مع التبني كانت حزينه، خصوصا بعد ما عاشت مع الطفل 6 سنين. هي انا كانت في واحده بتشتغل عندي وجات لي وقالت لي يا فندم انا حامل، والراجل اللي انا هبلت منه ده اول ما عرف هرب. قلت لها طيب ممكن انا اتبناه؟ قالت لي طب. قلت لها انت امه موجوده هتبقي معانا كلها، بس انا هطلع له باسبور مصري وانا هصرف عليه وانا كل حاجه، وانت معايا وبابا ده يبقى بدل ما يبقى عنده ام واحده يبقى عنده امين. وخلفت وسميت الولد ادم، وطلعت له وخليت سواقي يجوزها علشان البيبي يبقى له باسبور مصري كمان. اول ما الولد ابتدى يرتبط بيا ويحبني خدته هربت.